اهلا بحضرتك. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة. وجه سيادة الرئيس بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة بعد تأثر سلاسل الامدادات العالمية للمواد الخام والمكونات الصناعية المختلفة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ولواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على سير الأعمال والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة التي تشمل إجمالي عدد 1477 قرية وتوابعها تضم حوالي 18 مليون مواطن، حيث تم استعراض خطوات التنفيذ على مستوى الجمهورية والإجراءات التي تم اتخاذها لمراعاة ظروف كل محافظة وطبيعتها الخاصة وكذلك معدلات الإنجاز على مستوى مختلف القطاعات لا سيما شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والكهرباء والإنارة والاتصالات والبريد والنقل والطرق والمجمعات الحكومية النموذجية والري والزراعة والتعليم والصحة والشباب والرياضة وبرامج التضامن الاجتماعي والإسكان والتنمية المحلية إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية. كما تم أيضاً استعراض مجمل التحديات التي ظهرت بين مرحلة التخطيط وبين الممارسات على أرض الواقع والإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عليها، بالإضافة إلى تأثير أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمدادات للمواد الخام والمكونات الصناعية المختلفة وأسعارها العالمية، أخذاً في الاعتبار حجم الأعمال غير المسبوق في إطار مشروعات المبادرة التي تعتبر الأضخم من نوعها في تاريخ المشروعات القومية في مصر، إلى جانب وجود كتل سكانية كبيرة خارج الأحوزة العمرانية للقرى، فضلاً عن العدد الكبير من التوابع للقرى والبالغ عددها أكثر من 10,000 تابع، بالإضافة إلى تعارض تنفيذ بعض المشروعات مع موسم الزراعة وتوريد بعض السلع الغذائية الاستراتيجية. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة نظراً لتأثر سلاسل الإمداد العالمية وبما يمثل كذلك تعزيز فرص توطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، خاصة ما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية. القوات المسلحة نظمت احتفالية بمناسبة حصول كلية الطب بالقوات المسلحة على الاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC. الاعتراف ده معناه أن التعليم بكلية الطب بالقوات المسلحة بيتطابق مع معايير التعليم بكليات الطب بالمملكة المتحدة البريطانية، ده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية والارتقاء بمعايير الجودة في التخصصات المختلفة. كمان امبارح كان في مجموعه كبيره من الاحداث المهمه اللي حصلت والابرزها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللي تابع فيه موقف منظومه النافذه الواحده بالموانئ الجمركيه، كمان متابعه تنفيذ تكليفات سياده الرئيس بشان اعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي. في مجموعه من الاخبار المهمه اللي حصلت امبارح، منها تقديم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. امبارح عقد رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في تطبيق المنظومة لأن ليها دور كبير في حوكمة الإجراءات وتبسيطها واختصار الوقت وخفض التكلفة، وبالتالي ضبط منظومة الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الصعبة. امبارح برضو تابع الدكتور مصطفى مدبولي تنفيذ تكليفات سيادة الرئيس بشأن أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية مطروح، وقال رئيس الوزراء إنه أعمال التطوير بتستهدف إقامة 6 حارات رئيسية لكل اتجاه، ده غير 4 حارات خدمة بواقع حارتين لكل اتجاه، وكمان تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية لتسهيل حركة التنقل على الطريق. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي تم تداولها حول تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022-2023 مما يؤثر على كفاءة الخدمات العلاجية اللي بتقدمها. المركز قال إنه ده كلام غير حقيقي، بل بالعكس تم زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بنسبة 12.5% لتصل ل 310 مليار جنيه مقارنة ب 275.6 في عام 2021-2022. امبارح ترأست المهندسة رندا المنشاوي مساعد أول رئيس الوزراء اجتماع الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، وقالت إن إجمالي الشكاوى اللي تلقتها الوحدة بشكل مباشر 109 شكوى، تم الانتهاء من حل 42 شكوى حتى الآن، وبيتم حالياً التنسيق بشأن 67 شكوى من الوزارات للانتهاء منها بالكامل. أكاديمية الشرطة نظمت 4 دورات تدريبية لطلاب كلية الشرطة بالتنسيق مع الجانبين الأمريكي والفرنسي. التدريبات دي هدفها التعرف على آليات مكافحة التزوير وجوازات السفر والكشف عن الهويات المزورة. ده في إطار خطة الكلية أو كلية الشرطة التعليمية للطلاب ومواكبة كل وسائل التكنولوجيا الحديثة. في إطار تعزيز قدرات طالبات كلية الشرطة الفنية وتأهيلهن للعمل الميداني خاصة في مجال فحص وثائق السفر وكشف المزور منها والاستفادة من الخبرات الأجنبية والدولية في هذا المجال، نظمت أكاديمية الشرطة 4 دورات تدريبية بالتنسيق مع الجانبين الأمريكي والفرنسي لطالبات كلية الشرطة. Parce qu'ils n'avaient que du matériel qu'ils pouvaient utiliser, des imprimantes, des très grosses, dans c'était de l'industrie, des imprimeries traditionnelles pour réaliser des faux documents. C'est ce qui explique que finalement l'augmentation de ce phénomène de fraude documentaire, de fraude à l'identité. The good one. That's false. It's not the same. This one doesn't exist. على مدار أيام الدورات الأربعة قام الخبراء من الجانبين الفرنسي والأمريكي بتعريف المتدربات بمختلف أنواع جوازات السفر وإطلاعهن على أحدث الوسائل المستخدمة لتأمينها وكشف أساليب التزوير المستحدثة، فضلاً عن تدريبهن على كيفية فحص وثائق السفر والتحقق من صحتها بما يؤهلهم للعمل الميداني في المجالات ذات الصلة عقب التحاقهن بالعمل الأمني مستقبلاً. Il y a des gens qui ouvrent des comptes bancaires avec des faux documents, des fausses fiches de salaire, qui alimentent ces comptes, qui demandent des crédits et qui disparaissent dans la nature comme ça au bout d'un certain. وقد أشاد الخبراء بنشاط الطالبات واستيعابهن لبرامج الدورات التدريبية والذي ينعكس على تعزيز قدراتهن على العمل في هذا المجال الحيوي الذي يعنى بمكافحة إحدى الجرائم غير النمطية التي تتطور مع تطور التكنولوجيا. وتأتي هذه الدورات التدريبية والبرامج التعليمية والتدريبية المتطورة التي تخللتها في إطار الحرص على الارتقاء بالبرامج التدريبية التي يتلقاها طلاب كلية الشرطة والانفتاح على كل ما هو جديد في مجال العمل الأمني والاستفادة من الخبرات الأمنية الدولية لصقل مهاراتهم الأمنية ليتمكنوا من أداء رسالتهم الأمنية مستقبلاً بكفاءة وفاعلية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أما بالنسبة لجولة المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت في المحافظات، أبرزها توفير 4166 فرصة عمل للشباب في إسكندرية
بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيز مبنى العيادات الخارجية الجديد بالمستشفى الجامعي في بني سويف وتطوير محطة مياه منفلوط بتكلفة وصلت 301 مليون جنيه، وأخبار تانية كتير هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر حصل فيها امبارح أخبار وأحداث كتيرة، أبرزها تصريحات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللي بتوضح إن مديرية القوى العاملة بالمحافظة قامت بتعيين 4166 شاب، منهم 87 قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وده من خلال قوائم المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية. في أسوان ساهم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك خلال العام الحالي في تنفيذ 303 مشروع بتمويل 52 مليون و521 ألف جنيه. المشروعات دي وفرت 101 فرصة عمل مختلفة لأبناء المحافظة. في أسوان كمان قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنه تم لحد دلوقتي تطعيم 305 ألف مواطن بالجرعات الأولى والتانية والتنشيطية ضد فيروس كورونا، وده من وقت انطلاق الحملة في مارس اللي فات والحد دلوقتي. وقال كمان إن المبادرة مكملة للوصول للمستهدف بما يسهم في رفع المناعة المجتمعية والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين. امبارح تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال توسعات محطة مياه منفلوط المرشحة، واللي بتنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 301 مليون جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. في بني سويف أعلن الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة الانتهاء من التجهيزات النهائية لمبنى العيادات الخارجية الجديد بعد تجهيزه على أحدث نظم العيادات. المبنى وصلت تكلفته ل 7 مليون جنيه وبيضم 30 عيادة فيها جميع تخصصات المستشفى. كمان امبارح محافظة سوهاج أعلنت إنه إجمالي عدد الشباب اللي زاروا مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف مراكز المحافظة وصل ل 1615 شاب وفتاة، وده من خلال 45 جولة ميدانية نظمتها المحافظة ضمن مبادرة من حقك تعرف اللي أطلقتها المحافظة لتعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات. في الدقهلية حصدت مديرية التربية والتعليم المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التوجيه الجامعي والإرشاد التربوي للعام الدراسي 2021-2022. في الغربية قال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا إنه تم توجيه قافلة طبية شاملة لقرية المنشأة الكبرى مركز الصنطة لتقديم الرعاية الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان، وده بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء. القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان ل 1247 مواطن من أهالي القرية وتحويل 51 حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة.